لا تزال عائلة المواطن أيمن صوان من سعد نايل والذي خطف في بلدة الطيبي في بعلبك تنتظر أي معلومات عن مصير ابنها، وهي لهذه الغاية عقدت مؤتمرا صحفيا نفت فيه في البداية الأخبار التي تحدثت عن عمليات خطف مضاد في سعد نايل، مؤكدة أنها لن تقوم بأي نشاط عدائي ضد أي شخص، لكنها في المقابل ناشدت الدولة التحرك العاجل لإعادة ابنها سالما، لافتة إلى أنه لا أسباب شخصية أو مادية لخطف أيمن. انه المهله اللي حكينا فيها امبارح وكل بوادر الخير اللي قدمناها ما اجينا عليها اي رد ايجابي بالموضوع، الا انه الجيش عم بيقوم بكل شيء بيقدر يعمله. نحن بنفس الوقت لازم نتحرك، ما رح نقوم باي نشاط عدائي تجاه اي شخص. اذا فلت الوضع نحن ما بنتمنى انه يكون بدايه فتنه في لبنان من سعد نايل، لازم يوعوا ماليا ويقوموا ويفوقوا كلهم سوا ويطلعوا يشوفوا وين ايمن صوان، لانه هيدي الحاله ما رح تتوقف هون، يعني ايمن صوان بشكل حدا يخطفه ببعلبك صار كله ما في امان وامن لكل الناس عندنا، يعني كل واحد صار بده يلزم بيته، لا هذا مش لبنان. بدنا اياه والدوري قادر يجيبه، عنده عشرات الوف الجنود تحط تحشر كل قوتها وتجيب لنا اياه، وليس لنا مطلب اخر سوى ذلك. يا بد يكون هذا العمل اللبناني بيحمينا وبيجللنا وبيعززنا وبيكرمنا، او ساعتها كل واحد بده يروح يدور على علم يتلطف فيه، هذا لا نريده نحن. وتلبية لدعوة العائلة بوقفة سلمية احتجاجية، قطع الاهالي طريق سعد نايل مؤكدين الاعتصام بطريقة حضرية وفتح الطريق امام كل صاحب حاجة دون الحاق الاذى او الضرر بالمواطنين. واستكمالا لتحركهم نصب الاهالي خيما في وسط الطريق ما ادى الى قطعها بالاتجاهين. نحن جينا نتضامن معهم وان شاء الله قريبا توصل الاخبار المفرحه، وبيقدر الجيش من خلال مداهماته يقدر يرد المخطوف لاهله سالما وبتنتهي هذه القضيه. في هذا الوقت استمرت زيارات التضامن الى منزل العائله والداعيه الى الضغط لاطلاق سراح ايمن. المخطوف هو كل لبنان عبر ايمن، ولا يجوز ان يسكت عن هذا التصرف الذي لا يليق لا بالانسان ولا بلبنان ولا باي مفهوم. نتمنى على الجيش اللبناني ولنا في كبير الثقة أن يتوجه إلى المنطقة وألا يعود إلا وبيمينه أيمن. العائلة لن تستكين حتى عودة أيمن صوان، وهي تناشد الجيش الدخول إلى ما سمته المربع الأمني وإعادة ولدها سالماً.